تفقد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي منظومة الموانئ الأردنية ومكان الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إلى جانب الأسواق التموينية والمخابز في مدينة العقبة. الطويسي خلال الجولة أشار إلى أن الموانئ الأردنية تعمل بانسيابية عالية. وان عمليات المناوله ارتفعت بنسبه تتجاوز عشره في خلال الشهور الثلاثه الماضيه مقارنه مع ذات الفتره من العام الماضي واطمان تويسي على اوضاع المحجور عليهم صحيا والبالغ عددهم 116 عشر مشتبها باصابتهم بفيروس كورونا في احد فنادق العقبه الجنوبيه مؤكدا على وقوف الحكومه والشعب الاردني الى لحين مغادرتهم سالمين الاسواق في مدينه العقبه تعمل بكفاءه المخزون متوفر بشكل عام هناك ملاحظات بسيطه سيتم تجاوزها لكن بشكل عام ايضا فرق التفتيش والصحي والرقابه الصحيه تعمل علي قدم وساق وايضا رقابه الاسعار الامور مطمئنه